السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سي سياس أمني دار. جبت لكم وصفة اللي نقدروا نديروها للعشاء واللي هي حساء أو لا سوب. سوب اللي غادي نديروها بالبروكولي، غنديروا بها فيها أيضا للشو أو الملفوف والقرعة الخضراء. فسوب اللي غتكون غنية، فخليكم معايا شوفوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجوا واحد الفص ديال الثوم، البوارون، كنحتاجوا شوية ديال الكرافس، كنحتاجوا أيضا للشو أو الملفوف، كنحتاجو القرعة الخضراء، وكنحتاجو البروكولي، وأيضا غادي نحتاجو شوية ديال لي زيبينيغ. فا يعني هنا اختاريت نمشي في هاد الخضر الخضراء، البزار، الملح، وزيت الزيتون. كنوضع المكونات ديالي كلها في الطنجرة، كنضيف لها زيت الزيتون، الملح، والبزار، وكنضيف الماء الكافي، وكنوضعها على النار حتى كطيب. بعد ما طابوا لي الخضر كما كتشوفوا، فغادي نطحنها دابا، ولكن قبل غادي نضيف معاها شويه ديال الكريمه سائله، اولا ممكن ديروا ياغورت طبيعي، فكيبقى لكم اختيار. غنضيف ايضا واحد جوج مثلثات ديال الجبن. طبعا كنشوفوا يعني الملح والبزار الا كانوا خاصين كنضيفهم، وكنطحنوا هاد الخضر ديالنا مزيان، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. اذا هذا الشكل النهائي ديال لاصوب ديالنا كما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه وكتجي بنينه. يعني داك الخليط ديال الخضر كيعطيها واحد اللذه رائعه، وطبعا صحيه، ووصفه اللي تنفع في هذا البرد، يعني وصفه ديال العشاء اللي يمكننا اننا نحضروها. فنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم، وشاركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحه والراحه.